يبدأني ولدي يدرك الطاعة والقناعة لا بد من ولد يدرك الطاعة والقناعة الحمد لله الحمد لله كنت في سفر طويل سألني من الذي يرث أموالي من بعدي لا وريث إذا علينا بالاستعداد لنستقبل ولد جواد. أعجبتني، ما هذا الكلام؟ ريان أعوذ بالله، لم يبق إلا أن يقول إنه ولدي. ما اسمه إيه؟ اسمه جواد. جواد؟ أيوة تأخذ. أعوذ بالله، هذا أنا؟ ولماذا يبدو على هذه الصورة؟ من الفقر. يعني أنه غني وتعود على الفقر من شدة بخله؟